السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الزردين رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نلعب فورتنايت بعد غياب شهرين. صار لي شهرين قاطعنا اللعبة بسبب إنه رجع السيزون الجديد كان بدون بناء وكانت الدنيا مخربطة وما عجبتنيش الفكرة يعني. بس رجعت اليوم ولعبت بدون بناء وجبت جيم كلات عالية، إن شاء الله إنه بيعجبكم. وبس لا تنسوا اللايك والاشتراك وكل الشباب. يا شباب زمان ما أعلنت عنه، اكتبوا ثلاث حروف HZD، ثلاث حروف بس. استمتعوا بالفيديو. مين متخلف البنزل فوق هاي؟ معقول في متخلفين بنزل فوق؟ او شت في ناس معايا. مع سير ليتس جو. ماشي ستار. Let's go. لقى حدا؟ حرام هيد هاي. ساعك خرا، انت ملاحظ ولا لا؟ حرام. ماشي طلق. فش معي طلق فيه. نايس. موت. فشش معي طلق فيه. هات هذا. مع انه خرا بس شو بدنا نسوي؟ فيش طلق كبير. هذا ليش ما استعملت هذا؟ والله اني متخلف بس انتبهت انه معاي. نايس نايس سلاح والله. حلاوته انه بخلصش بس. اوكي بخلص طلع. يا اخوان الطور هذا بتحس بسرعه بجيب كلات، يعني بتحسش حالك وانت بتقتل جد. فيش مدفع هون، المفروض عند هاي تكون مدفع. في واحد هون. اوكي ليتس جو. نايس مع هذا. اوه شو اسلحتك هاي؟ بمسك لي السيف يا زلمه. هبيل انت. في واحد ثاني معاه سيف. شو مع سلاح البوس هذا؟ بديش اعرف. كل هذا هيل. واحد تحت. لا بقدرش انزل. وين رايح هذا؟ على المدفع. اوكي
جو. وضع بخوف. ليش ببطل يركض هيك؟ انا ما بقدرش اركض هسه. هسه هيك كيف؟ ايوه هسه بقدر اركض. عارف ايش هيك بصير؟ طيب وين نروح هسه؟ وين في ناس؟ بعد هناك. الزون هناك هذاك. وحده. مش مدفع، فيش سيارة، فيش في سيارة تحت. في ناس. صار صار صار. موت. نهيل. يما اللوت. يما اللوت. كلب اللوت قاعد بيشتغل جواتي. ليم يا ليم. لا. ليتس جو. مين يزود؟ في واحد قدام. السيارة. تاعك خرا انت ملاحظ. ليتس جو. بدي اجيب التاج عادي. اوكي باقي ستة يا اخوان. بس كيف نطلع الجبل؟ شوف ويف. بس. وين شوف ويف دو ات اول. رجعنا محلنا. روحنا خلصنا عليهم ورجعنا. طيب. اتوقع زون فوق هناك صح؟ اكفى هون يا رب. نايس. بلاش اجمع موارد. في هون. يلا ليتس جو. احنا على دبابة هذا. نطلع بالمدفع هذا فوق. اخذ الهاي. والله هاي بتنفع هاي. نكون معه مع سيف والله بتنفع. راح فوق صح؟ فوق. هي هي شايفينه؟ تعال عند الهوا هون. نزل. بسرعة 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 انزل. اوكي ليتس جو. 16 كل. لو موت ما بجيبهم بالبلد. هذا هذا بيعمل سكان صح؟ ويل. طب وين هم؟ امي يا المسكين طلع بريف. طيب الثاني وينه؟ هاي في واحد طلع طلع شايفينه؟ بس الثاني وينه؟ من كثر الاشياء مش شايف انا بصراحة. طيب ايش ويندو يضلوا هيك؟ اوكي. وين؟ هون بالبنايات ما فيش حدا طول، مستحيل في حد طول. دخل على الزون. اوكي طلع. يلا 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 ون. اخير. انت معلم وين انت؟ مش حد من وراي صح؟ هون وينه؟ اقول ورا الشجرة هاي. اقول جوا جوا البنايه جاي هون يعني تحت.
شكله جوا البناية وتحت هون. ما فيش فوق، ما فيش سكاي بيس، هذا بكون داخل بالمغارة هاي هون، مو تحتية بالجبل يعني. هسه راح يموت من زون هيك بتسكر عليه، مفروض انه يموت هسه، مفروض يعني. اوكي هو جوا معك. اوكي اه جي 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 جي، والله قام حلو والله. النوبل بتجيب كثير كلها 17 كل، كان المفروض يكون 18 حسبي الله. شايفين هاي اسمه تحت، هذا تحت اللي قتلته عند الصخرة، هذا هون تحت. خلينا نشوفه بس وين بالضبط. الزلمة سكر عليه، هاي في ميت كذا ومعاه سمك، صار فاضي شو تسوي لك السمكة.